السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جبت لكم وصفة المعشطو باللحم المفروم. نبدأ على بركة الله. إليكم المقادير: عندي اللوبيا فورتها بالملح، عندي حبة بيض، معدنوس، خبز مرحي، خبز يابس، رز مغارف، واللحم المفروم، وعندي هنا التوابل الكركم والثوم مطحون والكمون والفلفل الأسود والسكنجبير، وعندي بصل. نبدأ على بركة الله. اللحم تاعي نضرب اللحم، ندير شوية ملح، ندير غير شوية بصل، ندير التوابل، ندير معدنوس، خبز مرحي، وندير فيها صفار بيض، ندير غير صفار، صفار بيضة، مغرف كريمة، مغرف ولا زوج، ولا ديري فيها مغرف يا يخت طبيعي، ما عندكش كريم. نخلط كحد المكونات، نخلطهم مليح، نحط البصل، نحط البصل، نزيد معاه الطماطم، وندير المرق تاع اللوبيا قبل. توابل قلناهم في اللحم المفروم، نزيد شوية سكنجبير، شوية فلفل أسود، شوية عكري، شوية ملح، شوية معدنوس، نكتروش شوية المرة في الكاس ماء، ولي بغات دير برقة بيضة ديري عود قرفة، نديرو عود قرفة ونمرقو، نديرو غير قط كاس ماء. اللوبيا تاعي كيما هاكا، وندير لها خيط، زوج خيطة، واحد من واحد من، وندير لها بياض البيض، ندير هنا بياض البيض، نديرو اللحم تاعنا، نحطو اللحم تاعنا كيما هاه، ونكتبو كح هادو نلون، ها نديرو كح كيما هاه، نحزموه بالخيط، نديرو البياض البيض، ندير شوية لحم مفروم، نلمو كاع، نحزمو بالخيط، كلشي نلمو كيما ها، نديرها في البيض، نديرها في البيض، من بعد نديرها في الخبز المرحي لاشاطي، نقليها. البيض البيض أنا قصيت هذا الأطراف منه من بجي مليحة، بجي متحوفة، اللوبيا راهي وجدت بالصحة والراحة، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي وشكرا.